مرحبا بكم في كونتر سترايك جلوبال ديفنسيف ولا سيس جو، لعبة أكثر لاعبا في ستيم، خرجت في عام 2013 ب 15 دولار ولكن دورها فابور. هذا الفيديو الزربان يشرح لكم شنو هي سيس جو وكيفاش تلعبها. الخطوة الأولى تعلم اللغة الروسية، الخطوة الثانية خذ داكشي اللي كتعرف على أي لعبة الأسلحة واحتيها معاها. سيس جو أسيدي بازي على بزاف ديال الشات اللي قديم ومفزطه وما باينش اللي كان عنده معنى ديال بصح في الألفينات. ترى سكوب أصاحبي ما كنعرفو حتى حد الصراحة. أكثر الألعاب اللي كانوا كيتلعبوا في ديك الوقت كانوا الكواك، أنرويل تورنمنت والأو دي هيلو. كانوا هاد الأسلحة أسلحة الليزر وديما وما كيهمش الصراحة باش كتجري ولا السلاح اللي هاز الآخر ودا كيهزو السلاح وكيبقاو يجريو وينطعو بحال الكلاب وكيطيرو بالدقة 100%. أوو خويا مالكم مالكم مع اللوجيك؟ وممكن تبقى حي واخا يجيبو في وليك 10 ضربات وهاني والله تهاني. الإصابات مكيهموش، الهيل كيتس مليوحين في الأرض، أسلحة مهورة مليوحة في الأرض، يدوز شي برهوش خرج من مدرسة يهز معاه شي أكا ولا أر بي جي. صافي بنادم طلع ليه داكشي في الراس، هادشي الخيال وكدا، وبغاو شي حاجة واقعية معلم. عافاك تبقى تجري بجنب وجيبها وسطك الهدف اللي ليه صافي اللي بعيد 100 متر. شوف 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 هاد الزبل كاع ما قصيه الكلب، غادي يجي الشاف يصرف قمة، غايجي حتى المدرب ديالك كابسك مزيان، غادي تخلعو صحابك ولكن نضربوك حتى هما. دابا شوف هاد السيد واقف بشكل مثالي كياخد الوقت ديالو بين كل ضربة، ها هو كيجيبها في الهدف. شتي شحال جنتلمان هاد السيد، دخل بسميات مستهلك المهم، سما راسو بحال هكاك حيت فات داك اللقب بعد ما تقنو مزيان، وديما حاضر باش ما عمرها تحتال. ها انت تدن وقف بلاصتك، ايمي وطلق قرطاسة وحدة. شفتي ناضي تبقى تخيل بحال الا كتشوف السكوب. دابا عافاك ضرب ضربه لهيه وخوي الروشارج ديال السلاح كله. واخا عطيني السلاح برك على جي. شفتي نفس النمط، انت كل سلاح اذا صح التعبير عنده نمط الرش ديالو. شفتي هادي كانت احسن طريقه باش نقرب لك طلعه ديال السلاح والارتداد اللي كانوا في عام 2000. ملي تكون كتضرب حاول دير العكس تماما. واعر ياك اش هاد الحبس؟ واش كتعلمني كيفاش نضرب؟ راني كنعرف نضرب، رانا المفيد شنو خصني ندير؟ اغلبية الوقت كتزرع، اغلبية الوقت كتزرع قنبلة. ايوا عطيني قنبلة. اوكي اشنو تزرعني انت؟ وين في الدم حنا نرجعو؟ راه كاين في اي سايت. اشنو اش واقع؟ اسمح لي خاصك تفرج في صاحبك اللي باقي حي، الضغط كله عليه دابا الشيء. طب ما قدرش ريسبون؟ لا حتى تسالي البارتيه. شحال البارتيه كاينه؟ ما بيصاش 30 اويلي 30 شتت نتدنا صاحبي البيبان. لوبجيكتيف الصاد بلاش من والديه بلا ما تطفي القنبله ولا ديرها قتل كلشي وتهنا. اش جيت قسم واحد ضربنا على مساج 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 فاكين سبيك ان رينا اش قسم واحد فاكين كنسجل دابا كنريكورد يا صاحبي واش دير قسم ضربنا. المهم شوف راه كتكتشف كي دير لوبجيكتيف اللي كنهضر عليه في الفيديو هو كيفاش تشوتي، حيت تعاني بزاف الا ما حيدتيش دوك العادات الخايبين. باش تشري السلاح برك على بي، يلا شري اكا وشوف الفوق. واخا يلا قلت لك شوف الفوق الكلب. شوف اي لعبه اخرى كتركز على المركز ولا مره مره على الارض. الله عمر بقى منيش على فين ايكونوا عيني. هاد الاسلحه كيقتلوا هيد شوت وحده، داكشي باش نفترضوا باللي ايقتلك في 200 ملي سكون، خاصك تحافظ على اقل مده ممكنه حتى انت. الا كنتي منيش على شي بلاصه اخرى عقلك خاصو يفكر عاد يديك تحرك لراسو عاد ضرب. شكون في النظر كيربح راك عارف. ثانيا اتخزنا موحه سيس جو القطاس كيخرج لك من عينيك، داكشي باش خاصك تخيل باللي راه شويه من راسك باين العدو ديما. لوجيك شوف هاد القرد كيوقف اكون بحالو نقولو ما عندك فين تكاموفلا كتجري في امان الله شويه بام هاد العدو خرج قدامك. عقلتي شنو قلنا على جري الضريب؟ انت دير في بالك باللي فين ما كان الجسم ديالك غادي تقدر في البلاصه توقف الا بركتي على البطونه ديال العكس الاتجاه فين كنتي غادي، والدقه غادي تنقص 100% معلم. كتسمى هاد القضيه كانت في السلاحفين كتطبق هادشي في الغالب على سنايبر وازوت رايفلز وديزرت ايجل، ماشي بزاف بالنسبه للاس ام جيز والشوت غانز والفراد الاخرين حيت هادو كيخليوك دير هجوم سريع في مسافه قريبه بحال الا كتقمر معلم، حيت كيكونوا ضعاف ورخص وكيربحوك فلوس في الماتش الجاي. فلوس نسيت هاد اللعبه فيها اقتصاد ديالها، كتربح فلوس الى قتلتي الاعداء وربحتي لي ماتش وكتشري اسلحه احسن، كتهيمن اقتصاديا على اعدائك. الاعداء كيجمعوا مساك الفلوس وكيشريو بحال بحال تقريبا. محاوله اخرى تجمع تحافظ وتشري
ولا ربحتي البارتيه هز اغلى سلاح معلم القافله. دابا ملي وليتي عارف شويه في الشوتينغ جا الوقت باش تكون عندك افضليه في اللعبه. كل ماب عندها مواقع واعره باش تستغل هادشي. قلب في يوتيوب وكتب قناه سيز جو لا ما عرفتش في الخريطه اللي كتلعب فيها في يوتيوب غادي يقولوا لك الهندسه ديالها وفين وكيفاش تلوح القنبول كي دير تحمي راسك وصحابك في الفريق. هادو معلم باش كنفرقوا اللعابه المزيانين من اللعابه في الفريق. سموكس كتحمي الفريق ديالك فشي زنقه ولا شي قنت ما عرفتش. كرينيتس قليل فين كيديروا 100 ديال الدمج. فلاش بانكس كتعمي بنادم الا شفتيها تلاح دوره معلم واخا ماشي هكا دايره في الحياه الواقعيه ما هي. اولوتوف كتشعل العافيه في شي كوان لمده 7 ثواني. وكاين الديكويز المهم نستعملهم باش تخلع الناس بلي راه فلاش بانك ولا ما ترميش. وشوف ما ترميش وحده في البدايه ديال الماتش لوح ثلاثه ولا اربعه بعد ما تزرع القنبله. اخيرا وليس اخيرا عطي البنادم الشرح عقلتي فاش متقبيله وقلت شي تخربيق راه كود هذاك. ملي كتموت اللعبه كتبين لك شحال ديال الدوماج دار لك وشحال من دقه خديتي ونقص من 100 معلم. على كل خريطه كل موقع عنده سميه. كاين الميد ويندو دور تي سباون فين كيتسباون او تيرورست سايت فين كتزرع القنبله جوز رامب كتقول نقص 40 في الدم البلاصه دونك انا نرجع للكوان اللي هو سايت. هادشي كيعني وشوف خاصك تكون ستيلث يا معلم ولا بلغه اخرى ما كديرش الحس. غادي تكون عندك افضليه برك على شيفت وبقى تمشى والخطوات ما مسموعينش باش طيح هذاك اللي جيتيه من اللور. انا عدو جمع هاد المعلومات واستمتع مع راسك. اهم سلاح في اللعبه هو الاوب ضربه وحده معلم الصحه كلها من غير رجلين كطيح بنادم. قاس هاد الحبس لدرجه كيخترق كلشي من غير السيما ولا التراب نيش على الوسط. خاص تكون واعر راك باقي خاصك تخبع ورا شي حاجه. ضرب ضربه عاود عمرها معلم عاود ضرب الى خطى راسو بالسموك باش يدوز بلا ما تشوفو. جرب حدك واعطيه نعماس ايوا راه هو اللي مخبي. اشوف تقدر تلف دابا ولكن هاد الماتش وراتنا الوحشيه ديال الوظائف اللي كاينين في سيسكو وتيقوني هاد المستوى ديال اللعب ناقص بزاف. ولكن الا بغيتي تلعب جرب ديث ماتش كاجوال ولا ارمز ريس وخليها مع راسك معلم ودوز من بعد الكومبيتيتيف. كيكونوا جوج فراقي كتبادلوا في الشوط الثاني واللي ربح اكثر من 15 على 30 ماتش كيربح. انا ديت هو منسى راه ممكن تقتل صحابك في كومبيتيتيف الا قتلتي ثلاثه من اللي معاك يجري عليك السيرفر. اي راني شاري الاو عندك فلاشيني لا ما عندك فلاشيني شاري اغوتي السيرفر الاخر هو الاحمر.